عندنا تشيكن كانتون معموله بطريقه سهله وبسيطه جدا. الناس اللي بتستصعبها وبتحب دايما تطلبها من بره، لا احنا النهارده هنعملها بطريقه بسيطه قوي. عندنا مكعبات من صدور الفراخ بنقطعها اقل من الوسط شويه، عندنا فلفل بارد بنقطعه صوابع، هو والجزر والبصل والكوسه، عندنا كمان فصوص ثوم، دي كاتشب صويا صوص. بس هي دي المقادير اللي احنا محتاجينها. طيب وزيت للقلي، هحط كده الدقيق خلاص، وهحط الفراخ دي كده في بوله معاها حبه صويا صوص مع ايه، مع فلفل اسود ماشي، و معلقه كاتشب خلاص، صويا صوص وكاتشب مع الايه، مع الفراخ. هجيب دي كده ماشي، بعد لما تبلتها كده ممكن اسيبها في التتبيله دي مثلا ايه نص ساعه، بس هي بتتبل على طول. هناخد ده كده وابتدي اقلب الدقيق مع مكعبات الفراخ اللي بالصويا صوص والفلفل الاسود والكاتشب. ما حطيناش ملح ليه؟ لان الصويا صوص اوريدي حادق، فايه فمش حلو ان احنا نحط ملح هيبقى حادق بزياده. اجيب ده كده واتاكد ان الايه، ان الفراخ معموله بالدقيق كويس قوي خلاص، ونحطها في زيت سخن جدا. شايفين؟ بصوا بقت عامله ازاي، فرايد كده ولونها ذهبي وتجنن. هسيب دول شويه صغيرين عشان دول بقى هيترفعوا كلهم مع بعض، ان اتحطوا تقريبا كلهم في وقت واحد، عشان عايزه ايه احط دول كمان كلهم في وقت واحد. هجيب ال دي كده اسخنها كويس واحط عليها زيت هحط بقى معلقتين زيت كده كبار احط الجزر واقطع معاه شرايح الثوم، مش فصوص لا شرايح، انا عايزاه شرايح يبقى باين كده. دايما الاكل الشاينيز او اي اكل من الاكلات شرق اسيا بيحبوا التوم يبقى باين، ده حتى بيحمروه يعني بيبقى فرايد كده شويه. ثلاث فصوص حلوين قوي. هسيبه كده شويه. دلوقتي كنا حاطين صوابع من الجزر مقطعينه رفيع مع شرايح ثوم ومعلقتين زيت، الريحه صراحه طلعت قوي، رحت حاطه الكوسه. دلوقتي هحط البصل والفراخ اهي كمان انا طلعتها من الزيت. الفراخ دي عملناها ازاي؟ صويا صوص، كاتشب، فلفل اسود، مكعبات فراخ، كل ده عفرناه بالدقيق، سخنا الزيت، الزيت لازم يبقى سخن جدا جدا جدا، حطيناه في الزيت طلعناه بعد خمس دقايق بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده خلاص. يعني البصل بس يطرى سنه صغيره كمان، انا مش عايزاه غير ان هو يطرى سنه صغيره كمان، لان زي ما قلت لكم انا عايزه الحاجه مقرمشه. نحط بقى كده الفلفل واول ما الفلفل يبتدي كده احس انه بيقرمش هحط الكاتشب والصويا صوص. حط الصويا صوص الاول
ممكن نزوده كمان اكتر لو عايزين. هحط الكاتشب حبة مية مغلية احس بس ان الايه الصوص تقل شوية. احطها كده. خلي بالكم ما نقعدش نقلبها عشان الكفر بتاع الدقيق ما يعملش. احنا بس ايه تغلي غلوة وتبقى جاهزة. كده الطبق اللي هنقدم فيه ريحة بجد لذيذة جداً.